قمت بأداء فريضة الحج منذ فترة طويلة وكان يرافقنا مرشد، إلا أنه بكل أسف لم يقم بعمله كما ينبغي، إذ اكتشفنا بعد فترة أننا لم نقم بطواف الإفاضة وقد كان حجنا قران. نرجو أن توجهونا الآن ماذا نعمل، وخاصة أنني حجيت مع زوجي، جزاكم الله خيرا. إذا كنتم لم تعملوا طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، يعني لم تطوفوا طواف الإفاضة في يوم العيد أو ما بعده من الأيام، فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، فعليكم الرجوع إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ولو طال الوقت، لأنه لا يتم حجكم إلا بذلك، ولا يسقط عنكم طواف الإفاضة ولو طال الوقت، ترجعون إلى مكة وتأتون بطواف الإفاضة. وإذا كان حصل جماع في هذه الفترة فعلى من حصل منه ذلك فدية، وهي ذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. نعم.